وإلى أسواق المال العربية والتي ارتفعت بنحو شبه جماعي بنهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 41%، كما صعد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.21%، وزاد أيضا مؤشر سوق دبي بنسبة 38%، بينما هبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 9%، وتراجع أخيرا مؤشر بورصة البحرين بنسبة 11%. وإلى أسواق المال الآسيوية والتي ارتفعت بنحو شبه جماعي أيضا، فيما تراجع وحيدا مؤشر نيكي الياباني، حيث أدى هبوط العديد من القطاعات إلى تراجع المؤشر القياسي عند أدنى مستوى له خلال أسبوعين.